والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع البحارة في السواحل والتحية لجميع البحارة فعالي البحار. هذا الفيديو بغيناه يوصل جميع المستثمرين في قطاع الصيد البحري يتأملوا شوية مع هذا الفيديو، هذا يشوفوا فين كيشتغل البحار، يشوفوا فين كيعيش هذا البحار مع هذه الأمواج العالية، مع هذه المخاطر ديال البحر. واش تبغي انت تشتغل في هذا المكان ويجي شي واحد يدي لك رزقو؟ واش بغيتي تشتغل في هذا المكان ويجي شي واحد يدي لك العرق ديالك؟ ما ظنيتش غتقبلوها. واليوم كنتمناو من الجميع يتعامل مع هذا الفيديو ويشوف هذه الامواج ويشوفوا المخاطر ديال البحر. كنتمنوا من الناس الى شافوا هذا الفيديو يتاملوا شويه، يتقوا الله في البحر، يتقوا الله في البحر. ان راك كتشوفوا فين عايش البحر، كتشوفوا هذا غير جزء بسيط اللي صورنا، ان ما صورناش كيف كيشتغل ملي كي يعمر الصناديق وملي كيقلص وملي كيكالي. هذا صورنا غير الامواج باش يتاملوا هاد الناس. كنطلبوا الله يهديهم، كنطلبوا الله يهديهم ويشوفوا حال هاد البحار. ان لا يعقل تجلس في دارك حتى يدخل المركب وتجي وتعطيني في الكاميو ديال 14 طن، تعطيني فيه 8 طوان و9 طوان، هذا راه حرام. ماشي تجلس في دارك حتى تعيا وتجي وتحسب عليا 500 كيلو ديال الملحه لكل شاحنه، هذا راه حرام. كنت من الله يهديكم وتاملوا شويه وشوفوا هاد المخاطر فين كيشتغل هاد البحار.